بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد. صباح الورد والفل والياسمين عليكم والابتسامة الدايمة يا رب دايما. النهاردة معانا شجرة عجيبة، فعلا ممكن نسميها مضخة غذاء، ممكن نسميها جاذبات النحل، ممكن نسميها المستميتة في حب الحياة والمقاومة لكل الظروف البيئية الجافة، خاصة العطش أو ندرة المياه ونقص التغذية في التربة أو الخصوبة، لأنها تصلح لجميع الأراضي البور والمستصلحة وحديثة الاستصلاح. وبفضل زراعتها أو بنصح بزراعتها في الأراضي الجديدة كأسيجة لحين استبدالها ولو مؤقتا بأشجار أكثر قيمة. تعالوا نشوف ونتعرف على الشجرة دي. الموطن الأصلي لشجرتنا النهاردة شجرة اللوسينا هو جنوب المكسيك، بتتبع العائلة البقولية، بيصل ارتفاعها إلى حوالي 20 متر. يطلق على شجرة اللوسينا أيضا اسم الصنط الأبيض، تشابه أزهارها مع أزهار شجرة الصنط فيما عدا ان الزهره هنا لونها ابيض، زهره الصنط لونها اصفر. ازهار كامله اهي متفتحه وبراعم زهريه ما اتفتحتش لسه. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. طيب ايه عمليات الخدمه اللي بتستلزم ان احنا نعملها لشجره اللوسينيا؟ اول حاجه الري، لازم يكون ري معتدل، وهي من النباتات اللي بتتحمل شده العطش والجفاف. نمره 2 التسميد، نسمدها في فتره النمو النشط. كمان هي بتتحمل الصقيع وبناسبها معظم انواع التربه، ولكنها تجود في الاراضي القلويه. بصيبها بعض الامراض، لكن هي مقاومه جدا. بعض الافات اللي بتصيبها وتقضي عليها نوع من انواع البراغيث. انا عايزه اقول لكم معلومه عن الشجره دي، ان انا كنت واخده منها موقف ودايما اقاومها كل ما تطلع عندي في الارض، لان من كثره انبات بذورها في الارض وانتشارها انا كنت بعتبرها كانها نوع من الحشائش، لانها شديده المنافسه للنباتات في الارض وشديده الانتشار، وكل ما كسر الفروع اهو يطلع فروع ثانيه اهي تحت اهي، شايفين اهي. شجره محبه جدا للحياه وبتتلائم مع كل البيئات، ودي الورقه بتاعتها اهي، ودي الورقات الصغيره. وبعد بحثي في الموضوع غيرت فكرتي عن الشجرة تماما، وبنصح بيها فعلا لكل مستصلحي الأراضي إن هم يزرعوها ويبدأوا بيها كأسيجة للمزارع لتحملها للعطش والظروف الجافة زي ما قلت قبل كده. ده كم كبير جدا من البادرات النامية من البذور المتساقطة من الشجرة، جميلة حتى وهي صغيرة، خاصة بأوراقها الدقيقة الرفيعة الرقيقة جدا. الشجرة كمان ممتازة لعلف الحيوان، بيقولوا أو العلم بيقول إن أوراقها غنية جدا بالبروتين الخام اللي بيوصل نسبته حوالي 65%، والأغنام أو الماشية أو الجاموس المتغذي على الأوراق بتزيد فيه نسبة إضرار اللبن بنسبة 14%. مش بس كده، ده كمان بيزيد نسبة الدهن والبروتين في اللبن. بتعتبر الشجرة دي مضخة غذائية بتزيد من خصوبة التربة لتعمق جذورها فيها، وفي نفس الوقت تكافلها مع البكتيريا الريزوبيوم اللي بتثبت نيتروجين الهواء الجوي بكميات كبيرة جدا، وبالتالي هي بتساعد على زيادة خصوبة التربة واستصلاحها. وعشان كده برضو بنأكد على أهمية زراعتها في الأراضي حديثة الاستصلاح.
أما خشب الشجرة فبيستخدم كوقود أو في صناعة الفحم أو عمل بعض الأساسات البسيطة أو استخدامها كأفرع دعامية للمزرعة. ثمار اللوسينيا هي اللي احنا شايفينها دي عبارة عن قرون مليئة بالبسور. القرون هنا نضجت وتحول لونها إلى اللون البني، بتحتوي على عدد كبير جدا من البذور اللي ليها استخدامات عديدة. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نشوف البذور بنستخدمها في ايه وازاي. معانا كده بذور شجرة اليوسلينا اهي، ده شكل القرن او الثمرة. واضح طبعا ان التحززات دي بتقول ان في مكان كل واحدة من دول بيبقى فيه بذرة، ده شكل البذرة وده ثمرة اهي او قرن اهو، لسه اهي بذرة طالعة منه اهي، ده طبعا غير ناضج لسه اخضر اهو، شايفين البذرة شكلها اخضر هنا اهي، بذور لسه ما نضجتش من القرون. البذرة شكلها جميل جدا، الواحد حاسس بيفكر ان هو يعملها اكسسوار ولا حاجة. البذور ليها استخدامات كتيرة جدا، اول حاجة ان في دول شرق اسيا بيطبخوها ويعملوا منها اكلات او وجبات بتعجبهم هم، وبيسلكوها بكميات كبيرة جدا لانها هي عبارة عن بروتين او غنية بالبروتين لانها نبات بقولي. في بعض الدول بيطحنوها وبعد التحميص ويعملوا منها قهوة بديل للقهوة العادية. في منهم كمان اللي بيعمل الحبوب دي تسالي كده زي الفشار وبتدي يتسلوا بيها ويأكلوها، لكن أكيد هي لها قيمة غذائية عالية وبتتميز بيها وهم بيحبوها أو بيعشقوها، أكيد لها نكهة وطعم مختلف إحنا مجربناهاش. أتمنى إن أنا أجربها في يوم وأشاهد الفرق بنفسي. شجرتنا الجميلة النهاردة دي اسمها لوسينا ليكو سفالة. الشجرة من الفصيلة البقولية قوية النمو غزيرة المحصول. الشجرة مستديمة الخضرة سريعة النمو، بتنمو بمعدل متر سنويا في الارتفاع، كثيفة الأوراق ومفهاش أشواك. ده شكل الورقة، ورقة هي مركبة من وريقات صغيرة، بتستخدم الأوراق في تغذية الماشية والأغنام في أمريكا الجنوبية. طيب الشجرة دي بتتكاثر ازاي لو احنا حبينا نزرعها؟ تتكاثر باستخدام تكاثر جنسي باستخدام البذرة او باستخدام العقلة الساقية، وافضل طبعا عقلة ناخدها هي العقلة الطرفية لانها بتحتوي على البراعم الطرفية سريعة النمو. جذور الشجرة دي وتدية متعمقة في التربة، لها دور كبير في تحسين خواص التربة وإضافة النيتروجين وتثبيته لتكافلها مع بكتيريا الريزوبيوم. كمان بيستخدم مستخلص الجذور لعلاج عسر الطمس والولادة وكمان لإزالة الشعر. لكن أنا دايما بنصح إن أي حد يعرف أي معلومة عن أي نبات طبية ما يستخدمهوش إلا بعد سؤال متخصص، خاصة لأمراض السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم، لأنهم سواء الارتفاع أو الانخفاض في المعدل أو مستوى أي منهم بيتأثر جدا بالنباتات الطبية واستخدامها، لازم نستخدمها باعتدال بعد استشارة متخصص. استخدم لحاء الشجرة كمسكن للألام الداخلية. مشاهدينا في باقة أفكار، لو ما عملتوش لايك للفيديو اعملوا لايك وتعالوا كمان شوفوا الفكرة هنا. الشجرة هنا أنا بستخدمها وأقصها كسياج صغير أحيط به الحديقة. أطيب أمنياتي ليكم بمشاهدة ممتعة واستفادة وإعادة التفكير في الشجرة زي ما أنا عدت تفكيري فيها والاهتمام بها وزراعتها. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤية، إلى لقاء في فيديو جديد.